يوم الخميس من الأسبوع الثاني من الصوم الكبير النبوات، من سفر التثنية لموسى النبي بركاته على جميعنا. وأذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد عزيزة وذراع رفيعة، ولذلك أمرك الرب إلهك بأن تحفظ يوم السبت لتقدسه. اكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك وتصيب خيرا في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، ولا تشتهي امرأة قريبك، ولا تشتهي بيته ولا حقله ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لصاحبك. هذه الكلمات كلم الرب بها جماعتكم كلها في الجبل من وسط النار والظلمة والضباب والعاصف بصوت عظيم ولم يزد، وكتبها على لوحين من حجر ودفعها إلي مجدا للثالوث القدوس إلهنا. أمين.